أجواء عظيمة أجواء بنستناها كل أربع سنين حرفيًا كل حاجة في الكورة حلوة بتتلعب في هذه البطولة كل منتخبات العالم أو الأبرز في العالم بيتجمعوا في هذه البطولة لاعبين رائعين جدًا عفوا <applause> ومدربين ممتازين وجماهير طبعًا من كل مكان في العالم هيبقوا موجودين في قطر عشان يتابعوا كأس العالم بعد ساعات المباراة الإفتتاحية مباراة نأمل فيها فوز المنتخب القطري على المنتخب الإكوادوري في إفتتاح كأس العالم مباراة تقام بتوقيت القاهرة إن شاء الله عند السادسة مساء المونديال ده في حاجة غريبة شوية لعيبة عمالة تسقط نجوم كبيرة عمالة تسقط قبل المونديال وفي التدريبات كمان وبالاسباب غريبة وإصابات غريبة بصراحة المونديال فقد كثير من النجوم ولكن يبقى بما أننا بنتحدث عن كأس العالم لسه في نجوم كتيرة موجودة في كاس العالم بس النجوم عمالة تتساقط واحدا تلو الآخر ربنا يستر خلاص البطولة بكرة ان شاء الله اللي يلعبوا بقى يفضلوا سلام لحد آخر البطولة عايز أقول بس رأيي في نقطة صغيرة في أراء كثيرة حول العالم الآن ورد عليها حتى إنفنتينو بشأن استضافة قطر لهذه البطولة والتنظيم وخلافه وأمور كثيرة جدا مش هتطرق ليها قتل بحثا هذا الحديث انا بس عايز افكر الساده المشاهدين وكل عشاق كره القدم في الوطن العربي انه اللي بيحصل دلوقتي دوت من انتقادات او هجوم على استضافه قطر لتنظيم البطوله ده حصل مع جنوب افريقيا الناس اللي بتتذكر جيدا وحصل مع البرازيل ده على مستوى تفكير انا في الفتره القريبه دي حصل مع البرازيل ومع جنوب افريقيا ليه الناس في اوروبا ما بيحبوش البطولات العالميه تقام غير في اوروبا بس هم عايزين البطوله تبقى في ارضهم في الاجواء في درجات الحراره بتاعتهم في ملاعبهم ان هم ياخدوا القطر ويطلعوا على البطوله اي بطوله اخرى تقام خارج اوروبا بقوتها الاعلاميه الكبيره دي هتلاقي فيه انتقادات وهجوم عليها دايما ده حصل بقول لك مع البرازيل وقالوا ان البرازيل فيها حوادث سرقه كتير وفيها مش عارف ايه وفيها بلاوي كتير وحاجات كتير بتتقال على البرازيل لما جنوب افريقيا لعبت البطوله قال لك درجات الحراره والاجواء وقعدوا يقول لك برده قعدوا يعترضوا على يعترضوا على اي حاجه فانت كده كده ادام البطوله مش موجوده في اوروبا هتفضل انتقادات واسعه عدوها بقى انا اتصور ان البطوله دي هتنجح ملاعب مميزه اماكن اقامه مميزه فانزون شفته النهارده حتى كان في لقطات للفانزون واحتفالات فيه وكانوا جايبين ابطال اللي شالوا كاس العالم قبل كده يشيلوا كاس العالم تاني في الفانزون شكله محترم جدا انا حضرت اتنين كاس عالم وشفت الفانزون بيبقى شكله عامل ازاي فانزون المعمول في قطر دلوقتي حاجه رائعه جدا انت بتتكلم في تفاصيل كثيره جدا كثيره جدا اتعملت في هذه البطوله اتصور اتصور ان هي ممكن تاخد البطوله لنجاح باهر جدا، مش عايز اقول ان هي ممكن تبقى واحده من مش او انجح بطوله في تاريخ كاس العالم الا لما نشوف البطوله ان شاء الله والامور تمشي بشكل سليم عشان ما يبقاش منحازين بدري بدري، بس كل المؤشرات بتقول انها ان شاء الله تكون بطوله ناجحه والاهم بالنسبه لي ان احنا نشوف منتخبات عربيه قدوا بطوله محترمه، انا تصوري الشخصي في المنتخبات العربية. السعودية عندها جيل رائع جدا من اللاعبين وعندهم مدرب محترم جدا هو هيرفي رينار. ممكن تعمل حاجة، ممكن. أنا بقول تعمل حاجة دي إنها تتخطى الدور الأول. أو تقدم مباريات ونتائج جيدة في الدور الأول. المغرب متفائل بيها جدا جدا جدا. المغرب من أكثر المنتخبات العربية اللي أتصور إنها ممكن تصعد للدور اللي بعد كده رغم إنها معاها بلجيكا وكرواتيا تاني العالم وثالث العالم معاها في المجموعة، بس ممكن تاخد خطوة لقدام. تونس شوية الأمور يعني مش ممكن تبقى أمور بالنسبة لهم صعبة ولكن ليه لا؟ ليه لا؟ تونس معودنا بالجرينتا بتاعة المصريين كده وممكن بالجرينتا والروح والحماس ممكن يروحوا لبعيد قطر عندها ميزة عبقرية استضافة البطولة والجماهير وهم بيحاولوا يكونوا في المنتخب دوت من عشر سنين فأنا أتصور أن قطر ممكن تعمل حاجة ممكن قطر مش تاريخ كبير في كرة القدم عالميا يعني تحديدا ولكن وارد جدا انها تعمل حاجة في البطولة فانا متفائل بإذن الله لمشاركة عربية محترمة والواحد طبعا كان نفسه مشاركة مصرية بس بحبش اقعد ابكي على اللاب المسكوب زي ما الناس عملت امبارح بعد مباراة بلجيكا واقول مش كنا دخلنا كأس العالم مش كنا دخلنا كأس العالم كنا ممكن نخش كأس العالم حتى لو عملنا المباراة دي قدام بلجيكا ولقد قدر ده الأداء ما يبقاش جيد نظبط ونحضر لحد أربع سنين وهكلمكم كتير عن مباراة المنتخب البلجيكي